شباب قناة شباب نت نيو. السلام عليكم. تداول نشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام صورة لعنصر من رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية وهو يقبل رأس امرأة مسنة، وخلفت الصورة التي تم التقاطها يوم الاثنين بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بطنجة استحسانا كبيرا وسط النشطاء الذين عبروا بكلمات رقيقة عن هذه اللقطة الإنسانية النبيلة التي تجسد قيمة الاحترام والتأخي في المجتمع. كما عبر النشطاء عن إعجابهم بالصورة التي جمعت العنصر الأمني بالمرأة المسنة، مشيدين بسلوك رجل الأمن الذي أبان على قدر عال من الاحترام والوقوف إلى جانب كبار السن. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.